وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. كلش كلمة جيدة، الأصدقاء كلهم يتركونكم إلا إذا العلاقة كانت مبنية على التقوى. يوم يفر المرء من أخيه، هذا يتركه، أنت مترك، إن لا تعلق قلبك به. الدار والأموال والرصيد في البنك، هذا يتركنا بعد أيام، واحد ينتقل ينتهي، كل هذه الأشياء تتركنا. إحنا قبل ما تتركنا خلي الآن نترك، واحد لا يعلق قلبه بمتاع هذه الدنيا الفاني، الجاه والصيت والرئاسة والزعامة والشهرة والأضواء والمجلات والجرائد والراديوات، تتركنا في يوم من الأيام. من الآن نترك، يعني لا يكون مهم عندنا أن نذكر أو لا نذكر، أو نشتهر أو لا نشتهر، إلا إذا كان ذلك حقيقة في خط الله، ذاك بحث ثاني. وتركوا منها ما علموا أنه سيتركها، هذا في الحب الحقيقي، هذا دائما يفرق، يعني دائما. أكو أظن حديث آخر، أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى، نص الكلام أو مضمون الكلام، يعني أصلا في عالم ثاني المؤمن. ليش يقولون للمؤمن أنه الشاعر يقول أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل، يقولون مجاني المؤمنين، لأن المؤمن يعيش معادلات ثانية، ما يعيش هذه المعادلات، يعيش مع المجتمع، مو أنه يروح في الأبراج العاجية أو في المنقطع البراري أو في كهوف الجبال هناك، لا، في المجتمع، لكن مو قلبه معلق بهذا المجتمع، لأن كل هذه الأشياء سوف تتركنا، حتى زوجة الإنسان سوف تتركه، شو سوي؟ إلا إذا كانت العلاقة علاقة مبنية على التقوى والإيمان، ذاك بحث آخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالإنسان إذا عنده علاقة بشيء، علاقة بشيء، هذه العلاقة القلبية تفرض عليه التذكر. وإحنا من الأشياء اللي حقيقة يجب أن نجدد النظر فيها، أتكلم حول نفسي، أنه إحنا علاقاتنا شنو؟ هذه العلاقات تظهر في لحظات الاحتضار، واحد في تلك اللحظات يفكر في علاقات. إذا الآن واحد لاقى المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرج، شنو الشيء اللي يلح على ذهنه يطلبه منه؟ ربما فد شيء، واحد مريض مثلا، هذا المرض يلح عليه، كله يفكر فيه، مرض عنده نوع من المرض. إذا شاف الإمام شنو يطلب منه؟ يقول شافي، أطلب من الله شفاء. ليش؟ يعني ما يجي شيء آخر في ذهنه، هذا في ذهنه، شيء ثاني ما يجي فيطلب من الإمام ذلك. وقد اتفق لبعض الأشخاص ذلك، سووا أوراد، خطومات، أدعية كذا، شافوا الإمام. إذا ماكو في ذهنه شيء، أكو بعض الأفراد ماكو في ذهنهم شيء يلح عليهم، ما يطلبون من الإمام شيء. إذا أكو شيء عادي يلح على ذهنه يطلب ذاك الشيء العادي منه، ويضيع هذه الفرصة المهمة.
ليش؟ لأن علاقته بذاك الشيء العالي. لذلك واحد دائما يجب أن يحاول أن يجعل توجهه نحو الأشياء المهمة، أنه واحد كان يطلب رؤية الإمام، يطلب ويدعو ويتضرع ويلح كأنه كان فلاح أو عالم، كان جزء عمله كان الفلاح، كأنه اسمه ما مكتوب بالكتاب فيما أتذكر أنه شنو الشغل الحقيقي كان. المهم كان يحرف فجأة شاف واحد قال له أنا الإمام اللي تطلبه، شنو تريد مني؟ أو قال له أنا من قبل الإمام، شنو تريد مني؟ الآن هاي الفرصة حقيقة. أنا كنت أفكر إذا مرة واحدة نشوف الإمام، إذا في يوم من الأيام دخلت في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه وشفت الإمام الرضا، لا تتعجبوا من ذلك. أكو قضايا منقولة عن أولياء الله الذين شاهدوا الإمام الرضا. الإمام الرضا خو ما عنده حياة وموت، عندهم حياة وموت، ما عندهم حياة وموت. احنا فكرنا في هذا الشيء انه في يوم من الايام نشوف الامام الرضا صلوات الله عليه. عندما رحت الى مشهد ودخلت الضريح ودخلت الحرام اللي فيه الضريح، فكرت ان تشاهدوا الامام الرضا صلوات الله عليه. لو احنا في عوالم ثانية ما عندهم حياة موت، موتهم كحياتهم. شفنا الامام الرضا، شنو نطلب منه في تلك اللحظة؟ الشيء اللي يلح على ذهن. ومع الأسف أن أغلب الأشياء اللي تلح على ذهننا وتؤثر فينا وتزعجنا أشياء عادية، ما أريد أعبر بتافهة، فحاجات دنيوية عندنا. أنا ما أقول واحد لا يطلب الحاجات الدنيوية. الله قال لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: أطلب مني حتى ملح عجينك وعلف دابتك، لكن ليكون هذا الذي يشغل كل مساحة فكرنا وكل حياتنا. فلان مرض، فلان تعويق، فلان مشكلة تنتهي. شاف الإمام قال له شنو تريد مني؟ أو شاف واحد من قبل الإمام، لأن القضية بعيد أنا قاريه اليوم مدورت عليها حتى أجدها ما وجدتها. ما أدري ليش هذا هالشكل، ما أدري كان عنده مثلا شك. على كل حال كان عنده الكتاب مكتوب باللغة الفارسية، عنده بيل، بيل يعني مسحات. المهم مسحات اللي يحرثون بها الآن. قال أنه هذا البيل حول إلى بارو. بارو هاي الأشياء اللي الثلوج عندما تجي في إيران على أسطح المنازل يلقونها. قال شنو تريد؟ قال إن بيرا باروكو. ما أدري يعني شاك أن هذا الإمام مو الإمام مثلا لأي شيء. فجأة رأى أن بيله تحول إلى بارو وغاب الرجل. بعدين لعله يعني أخذ يلطم على رأسه، تأثر يعني، قال أنه رأينا الإمام أو رأينا هذا الرجل الخارق للعادة من قبل الإمام أو ولي من أولياء الله، ما استفدنا وتضررنا، لأن البيل يجي من عمل البارو، أما البارو ما يجي من عمل البيل. صحيح؟ ما استفدنا شيء. واحد كان يتضرع ويطلب ويلح أن يرى الإمام. ف
فجأة رأى الإمام أو رأى رجلا خارقا من قبل الإمام، قال أنت تدعو الإمام وتطلب من الإمام، شنو تريد؟ هل الإمام أو أنا من قبل الإمام؟ ذاك الوقت هذا العالم كان ينقل لي كانت هنالك أزمة كركم في طهران. كركم خو تدرون يعني شنو؟ هذا الشيء الأصفر اللي يخلوه بالمي لحم وكذا. كركم كان أكو، ما أدري على أثر الحرب أو أثر شنو، ما كان، وكأن أكلهم المهم ذاك الوقت كان مي لحم، فالكركم كان عنصر مقوم. هذا الرجل اللي كان الإمام أو واحد من قبل قال شنو تريد؟ قال أنه كل شيء ما أجى في ذهنه. شنو اللي أجى في ذهنه؟ هذا الشيء اللي يلح على ذهنه كل يوم عندما يتغدى وعندما يدخل البيت، قال أريد كركم. غاب الرجل. قال من ذلك اليوم لم ينقطع الكركم عن بيتنا. أجى أفرض واحد من شمال إيران وجاب لنا قونية كركم، بعد بيتنا كان في فائض من الكرك. هاي قضيتنا مو قضيته. قضيته احنا اذا يوم من الايام نشوف الامام، اذا يحصل لنا هذا الشرف وهذا التوفيق، ماذا نطلب من الامام؟ الشيء الذي لنا علاقة به، هذا هو الذي نطلبه. إذا واحد دائما خائف من حسن العاقبة وسوء العاقبة، من العاقبة أول ما يجي في ذهنه قضية العاقبة. لعل أهم حاجة شخصية لنا حسن العاقبة. واحد بعد هذا العمر لا تنتهي عاقبته إلى شر والعياذ بالله، انتهى بعد. اللحظة الأخيرة هي التي تقرر الحياة الأبدية. إذا واحد هذا الشيء يلح على ذهنه دائما عندما يشوف الإمام يقول أريد حسن العاقبة وهكذا. فإحنا لازم نفكر حقيقة أولوياتنا شنو هي، علاقتنا بماذا، حبنا لأي شيء، ونترك ما يتركنا. وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم.